أهلا بكم إلى أخبار الجزائر. والبداية بإعلان وزارة الفلاحة عن منح رخص لاستيراد اللحوم البيضاء. وحسب الوزارة فإن هذا القرار المؤقت يهدف إلى خفض الأسعار والتحكم في السوق. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطالب جامعي جزائري تخرج من جامعة لندن، ويظهر الطالب بجود عبد القادر الذي ينحدر من إن صالح وهو يرافق والديه بلباسهم التقليدي. وصلت إلى ميناء الجزائر 10,000 طن من الحمص و6,000 طن من العدس، ويأتي هذا الإجراء حسب وزارة الفلاحة بعد النقص الحاد في هذه المواد بالسوق الوطنية. تعرض 5 أشخاص لتسمم بغاز البوسان ببرج البحر في العاصمة، وحسب ما أعلنته الحماية المدنية فقد تم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى دون تسجيل حالات خطيرة. حل وفد من بلدية تشينغ تشونغ الصينية بعنابة للإمضاء على خطاب النية بين ولاية عنابة والبلدية الصينية، وقد تضمنت الاتفاقية تبادل التعاون والشراكة للخبرات والمعارف بين البلدين. توج الروائي الجزائري وسين الأعرج بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون في دورتها 10 حسب ما أعلن عنه منظمو الجائزة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.